حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش فيها ضغوط داخلية على إدارة بايدن وماكرون بشأن حرب غزة، والضفة الغربية برميل وبارود تحذر الأردن من انفجاره. يعرف الضغط بأنه القوة العمودية المؤثرة في وحدة المساحة، والمساحة اليوم هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير حرب إسرائيل على قطاع غزة، تديرها بتأنٍ وتضع الضوابط لها. لكن من يدير البيت الأبيض ويدير في الوقت ذاته الحرب عن بعد يتعرض لضغوط داخلية من وزارة خارجيته. مزيد من الموظفين الرسميين يعترضون إذن على سياسة بايدن في الحرب. يعترف بلينكن بالأمر ويقول: نعمل على تبديد المخاوف. في مساحة أخرى هناك في فرنسا يزداد الضغط أيضا على رئيسها ماكرون بشأن موقفه من حرب غزة. يريد الموظفون الصغار في مراكز القرار الأمريكية والأوروبية زيادة الضغط على رؤسائهم لإنهاء الحرب التي تقترب من طي يومها 39 في القطاع. وهنا يستحضر تصريح الأمس لوزير الخارجية الإسرائيلي الذي قال بدوره إن لديهم أسبوعين فقط لإنهاء ملف غزة. فما تأثير الضغوط على السياسات الخارجية؟ وهل سترسم نهجا جديدا أم أنها محطة تفريغ لغضب بعضهم فقط؟ في محورنا الثاني يزداد البارود في الضفة الغربية. مزيد من القتل تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهنا يعلن أهالي طول كرم إضرابا عاما احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المستمر في الضفة. لكن الأمور تأخذ منحا عسكريا شيئا فشيئا، فالاشتباكات في مدن ومخيمات الضفة تتوسع. هذا أمر حذر منه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال إن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية ستفجر الأوضاع بشكل لا يحمد عقباه. هي جبهة جديدة تفتحها إسرائيل بموازاة حربها البرية على قطاع غزة. فماذا يجري في الضفة؟ وهل ستشتعل المنطقة بسيناريو غير محسوب في تل أبيب؟ سنناقش الأمر في حلقة هذه الليلة. أهلا بكم. رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس بايدن ووزيري الخارجية بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. في حين كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن عددا من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وجهوا رسالة تعرب عن أسفهم لانحياز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإسرائيل. يطول أمد الحرب على غزة، ويطول معها الحديث عن الخيارات السياسية الموضوعة على الموائد الدولية في ظل ضغوط واسعة على التحالف الداعم لإسرائيل لإيقاف الحرب والإبادة التي تحصل في غزة بعد أكثر من شهر على انطلاق طوفان الأقصى، الطوفان الذي أغرق وغمر معه كثيرين وغير المشهد بعد أن خلط الأوراق وغير استراتيجيات دول وأجل مشاريع دول أخرى. وبين الفعل ورد الفعل يتغير عنوان الحرب، وتبدو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محرجة اليوم على ما يبدو في ظل استمرار الضغوط عليها مع تزايد العنف الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، وهو ما اعترف به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود خلافات داخل الوزارة حول نهج الإدارة الأمريكية تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس بحسب شبكة CNN. خلافات كشف تفاصيلها موقع أكسيوس من خلال مذكرة داخلية وقعها موظفون في وزارة الخارجية الأمريكية تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير سياستها، وتقول إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة. وأمام الدعم غير المشروط يرفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة
دعوى قضائية ضد كل من الرئيس بايدن ووزيري الخارجية بلينكين والدفاع لويد أوستن بتهمة خلق ظروف ملائمة للإبادة الجماعية. لم تكن الإدارة الأمريكية وحيدة وإن كانت تكفي في صف إسرائيل، بل لحقتها كالعادة الدول الأوروبية على رأسها فرنسا، وهي من صدعت الرؤوس بحقوق الإنسان، لكن يبدو أن الإنسان بالمفهوم الغربي لا يشمل جميع البشر، مع إعراب العديد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط عن أسفهم للتحول المؤيد لإسرائيل الذي اتخذه الرئيس الفرنسي في الحرب على غزة، وهي بادرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدبلوماسية الفرنسية. رأي عالمي وانتقادات كبيرة فجرت حالة أخلاقية على ما يبدو، دفعت ائتلافا مكونا من 11 مؤسسة إخبارية من بينها كبرى الشبكات الإعلامية كCNN وبي بي سي ونيويورك تايمز لتوجيه رسالة إلى قادة مصر وإسرائيل يطالبون فيها السماح للصحفيين الدوليين بدخول قطاع غزة لتغطية الحرب المستمرة، وهي من اصطفت منذ اللحظة الأولى إلى جانب الرواية الإسرائيلية وزج بها في قفص الاتهام بشأن تعاطيها بمعايير مزدوجة ونقلها أخبارا مضللة تصل إلى درجة الأكاذيب. حول هذا الموضوع معي الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري في مؤسسة ويكيستراد سيد دكتور ريتشارد وايد مباشرة من فيرجينيا، ومعي علاء الدين بونجار الصحفي المختص بالشأن الأوروبي من باريس. أبدأ مع دكتور ريتشارد. إذن تزداد الاعتراضات على الطريقة التي أدار فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. موقع هذه الاعتراضات اليوم وطبيعتها التي تتزايد يوما بعد يوم. They are increasing. We've seen ever larger street protests. المظاهرات المتزايدة التي نراها في الشوارع وفي الجامعات. وهناك أيضا معارضة متزايدة من البيروقراطيين وأيضا الإدارة. ترى انتقاد أيضا من الحلفاء الدوليين الأجانب خاصة من الشرق الأوسط، فإن الإدارة تحاول أن تواجه هذه المخاوف داخليا عبر الالتقاء مع أولئك الدبلوماسيين الذين يعبرون عن هذه المخاوف والذين يعارضون السياسات ويحاولون أيضا الوصول إلى الجامعات وإلى الحكومات الأجنبية أيضا، ولكنها تحاول تبرير السياسة بدلا من عرض تغيير سياستهم. دكتور ريتشارد، لكن هذا التمرير إلى متى سوف يستمر، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق فقط بمخاوف تسلمتها السفارات الأمريكية في أماكن تواجدها، وإنما اليوم ثمة دعوة قضائية ضد الرئيس بايدن، ضد لويد أوستن، ضد كذلك بلينكين، وثمة انقسام داخل الحزب الديمقراطي. بالتالي هذا التبرير إلى متى سوف يستمر في ظل هذه الضغوط؟ Right. The lawsuits won't have much impact. الدعوى القضائية لن يكون لها أثر كبير، حيث أن الأمور عادة أو المحاكم عادة في الولايات المتحدة ليست مرتبطة بسياسات الرئيس الخارجية، والولايات المتحدة لا تعترف بأحكام المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية. ولكن أيضا العامل الثاني الذي ذكرتيه هو يصبح أكثر أهمية، حيث أن العديد من أولئك الذين صوتوا لبايدن في المرة الماضية ربما لا يصوتون له في هذه الدورة، وهذا أحد الأسباب أن هذا أمر مقلق، وخاصة للمجموعات في الولايات المتحدة مثل مجموعة ميشيغان، حيث يوجد عدد كبير من الأمريكان الفلسطينيين الذين كما يبدو خسروا اهتمامهم في دعم بايدن، فقد يخسر هذه الولايات الكبيرة. ولكن
حالياً طالما أنه في مركز الرئاسة هو غير متأثر، ولكن هذا ربما يؤثر على تغيير السياسة في السنة القادمة. الحزب الديمقراطي يبدو أنه يتغير، حيث أن الشبان هم أكثر ميلاً لدعم فلسطين، ولكن هذه عملية تأخذ وقتاً. طب سأعود لك دكتور ريتشارد بالانتقال إلى سيد علاء. إذا كانت الإدارة الأمريكية تكتفي بالتبرير تبرير هذه السياسات، ماذا عن الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون الذي يواجه كذلك اعتراضات مشابهة في بلاده؟ الرئيس الفرنسي. نعم، في الواقع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والمحتلة مبنية على قاعدتين. أوروبا هي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وهي الداعم الأول للسلطة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية المحتلة من ناحية التنمية وحقوق الإنسان. وبالتالي هي تحاول دائما أن تحافظ على هذه الوضعية وعلى هذا التوازن بين الفريقين، حتى ولو أن العلاقات كانت أكثر تعقيدا مع إسرائيل قبل 7 أكتوبر، خصوصا مع وجود وزراء من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو واستمرار الاعتداءات وعمليات القتل ضد الفلسطينيين. الأوروبيون وفرنسا حاولوا بعد 7 أكتوبر أن يحافظوا على هذا التوازن، ولكن كان من الواضح أن جميع الدول الأوروبية دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، على أساس أن ما تم تقديمه هو الحديث عن دولة تم الاعتداء عليها من طرف منظمة إرهابية، وبالتالي وجب أن تدافع على نفسها. لكن هذه الرواية ما لبث أن بدأت تتغير في الأوساط السياسية وأيضا الأوساط الشعبية، حتى ولو أن الدعم هو واضح لإسرائيل، إلى أن الحديث عن الهدنة الإنسانية، الحديث عن وقف لإطلاق النار، الحديث عن حقن دماء الأطفال والنساء جعل نوع من البوادر الأزمة الدبلوماسية خصوصا بين فرنسا وإسرائيل. ويجب أن نعرف بأن دول الاتحاد الأوروبي هي منقسمة، هناك دول مثل إسبانيا، البرتغال، إيرلندا تطالب النرويج كذلك النار، وهناك دول مثل ألمانيا، مثل النمسا، مثل تشيكيا، مثل المجر هي مع دعم غير مشروط لإسرائيل، وبالتالي ما حدث ربما يعتبر نوع من السقطة الأخلاقية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن يبدو أن هناك بعض الأحزاب الإنسانية خصوصا من اليسار الراديكالي هنا في فرنسا، من المنظمات المجتمع المدني، من المنظمات اليهودية الفرنسية التي ترفض هذا الانحياز وهذا التصديق للرواية الإسرائيلية، وتريد أن يكون هناك حقن للدماء وتضغط على السلطات. الرئيس الفرنسي يحاول أن يمسك العصا من الوسط، ولكنه ما لبث أن اتصل بالرئيس الإسرائيلي. يعني هناك نوع من المقاومة داخل الاتحاد الأوروبي من بعض الدول للحفاظ على مواقفها التاريخية، لكن في الوقت الراهن يبدو ذلك صعبا. بدأ نوع من التحرك وقد يزداد إذا طالت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. طيب سنتحدث عن إمكانية ازدياده، وكيف يمكن أن يبلور موقفا جديدا من قبل الرئاسة الفرنسية. بالعودة إلى دكتور ريتشارد، دكتور ريتشارد هو اليوم يسأل، يعني في ظل هذا الدعم اللامحدود رغم الانتقادات التي توجه للإدارة الأمريكية، لماذا يبدو بايدن إلى هذه الدرجة مسلوب السياسة تجاه تل أبيب؟ He has a policy and he's very stubborn about it. It's just not the policy تجاه تل أبيب، وهو حقيقة عنيد في هذه السياسة، ولكنها ليست السياسة التي تريدها الشعوب. هو لديه هذه السياسة منذ عقود، وكان ولن يغير هذه السياسة قريبا.
هو الآن في موقع الرئاسة وهو عضو من الديمقراطيين الأقدم والذين هم يدعمون إسرائيل بقوة، وهذا هو هدفهم الأسمى. ربما الأجيال الأصغر أو الجديدة كما نعرف هي لديها اتجاه مختلف، ولكن الأمريكان قد أبقوا على السياسيين القدماء، وكما قلنا ربما بعد الانتخابات في السنة القادمة قد نرى بعض التغيير. طيب دكتور ريتشارد، يعني ألا تلقي بالنا الإدارة الأمريكية لانعكاسات هذه السياسة على علاقتها مع حلفائها في الشرق الأوسط في ظل تقارير تتحدث عن تنامي الكره والغضب تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لمدة جيل كامل إزاء هذه السياسات؟ نعم، هم واعون لذلك، وقد حدث هذا من قبل عندما قامت الولايات المتحدة بغزو العراق منذ عقدين ماضيين، وفي ذلك الحين أيضا انخفضت شعبية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى 10% أو 20%، والناس أصبحوا لا يحبون الولايات المتحدة، وبايدن واعي لهذا الأمر، ولكنه لديه أولويات وهي أوروبا وأوكرانيا والصين. هم يلتقون غدا مع الرئيس الصيني، وهو يأمل أن بعد انتهاء الحرب ستتمكن الولايات المتحدة من المساعدة في إعادة إعمار غزة وأن تقوم بإجراءات أخرى لتكتسب شعبيتها مرة أخرى، ولكنه الآن هو يفهم أن الولايات المتحدة عليها أن تقبل هذه العواقب. طيب سيد علاء، يعني ماذا عن أوروبا، ماذا عن فرنسا؟ هل السياسة الأوروبية تجاه ما يجري في غزة لا تتأثر فعلا بالآثار الإنسانية التي يعمد الاحتلال الإسرائيلي من خلال هجماته إلى تجاوز كل المعايير الإنسانية فيها؟ نعم، هناك نوع من ربما بالنسبة للأوروبيين هناك نوع من الأولوية في الحديث عن حقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية، سيما بالنسبة لدولة مثل فرنسا، على أساس أن فرنسا كانت دائما تبدو بسياساتها على أساس أنها صديقة العرب وصديقة الفلسطينيين. أتذكر موقف دوغول، الجنرال دوغول في العام 67، موقف الرئيس الفرنسي جاك شيراك فيما يخص العراق، وأيضا حتى موقفه في القدس الشرقية المحتلة عندما منع من الالتقاء مع العرب الفلسطينيين. فكان هناك نوع من الدبلوماسية المعروفة في هذا المجال. للأسف العالم يتغير منذ عقدين، هناك وصول لليمين الذي يشبه يمين جورج بوش في أفكار الحزب الجمهوري والديمقراطيين المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، بدأ تظهر سياسة جديدة، سياسة تتجه يمينا في 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 أوروبا وفي فرنسا، حتى وصلنا إلى الرئيس ماكرون الذي هو ليبرالي يميني، حاول لعدة مرات أن يسوق كلام على أساس أن الدبلوماسية الفرنسية ما زالت ثابتة، لكن شاهدنا كيف أنه تغيرت النظرة لفرنسا خصوصا في الدول العربية المغاربية، تونس، الجزائر، المغرب، أيضا في الدول الأفريقية. وفرنسا فقدت الكثير من بريق دبلوماسيتها حتى في الشرق الأوسط، في سوريا، في لبنان، والآن والعراق، وأيضا وصلنا الآن إلى القضية الفلسطينية. فرنسا كانت تدعم حل وسط، وهي دائما تدعم حل الدولتين، لكن تبدو نوعا ما لديها صعوبة في الحفاظ على هذا التوازن. كما ذكرت، الرئيس ماكرون حاول تلقى ضغوطات كبيرة من
اللوبيات ومن الدوائر المؤيدة لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة لكن ثمة كذلك دوائر ولوبيات أخرى تضغط بالاتجاه العكسي. هذا هل سيؤثر أو هل سيخرج موقفا فرنسيا على مستوى الرئاسة ربما يكون يعني ضاغطا باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع؟ نعم، الموقف بدأ يخرج، ما قاله الرئيس الفرنسي لبي بي سي، ما قاله عندما التقى بممثلي الديانات، هناك خوف من أن يكون هناك انعكاسات لما يحدث في الشرق الأوسط في داخل فرنسا. نذكر بأن هناك نحو 6 ملايين عربي ومسلم يعيشون في فرنسا، وهناك جالية يهودية كبيرة نحو 600,000 جالية، يخشى أن تنعكس هذه التوترات هنا داخل فرنسا. الرئيس الفرنسي في نهاية الأسبوع تلقى ضغوطات كبيرة من أجل المشاركة في مظاهرة التنديد بمعاداة السامية، لكنه من أجل المحافظة على وحدة الفرنسيين ارتاء ألا يشارك. هناك تصريحات فرنسية مواقف حتى أنها أزعجت حكومة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية و يعني سنلمح غيرها، يعني هذه التصريحات التي أزعجت نتنياهو سنسمع غيرها في الأيام المقبلة في ظل عدم تحقيق الحكومة الإسرائيلية أهدافها حتى الآن وتركيزها على قتل المدنيين. من المؤكد أنه ستكون هناك تصريحات أخرى، وحتى أن ربما هذه العجرفة الإسرائيلية التحدث بطريقة غير لائقة مع الرئيس ماكرون، بعض الدوائر الإسرائيلية حتى أنه قالت شككت بأن يكون الرئيس الفرنسي معادي للسامية أو معادي لليهود. هناك نوع من التوازن يحاول الرئيس ماكرون الحفاظ عليه، لكن لفرنسا كلمتها إذا أحست بأن من الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي يمكن أن يكون هناك نوع من الحديث بطريقة خاطئة، فهذا قد يكون ممكن، خصوصا إذا طالت العملية العسكرية وهناك ضغوطات من المؤسسات المجتمع المدني التي رفعت دعاوى ضد دول أوروبية تدعم، تقول بأنها تدعم إسرائيل بالأسلحة. هناك مظاهرات باعتقادي أن الوقت ليس لصالح إسرائيل، وهو لصالح أن يكون هناك موقف أوروبي يمكن أن يؤثر ويحرك الأمور. طيب، هذه العنجهية دكتور ريتشارد كان ثمة مثيل لها كذلك تجاه الإدارة الأمريكية واتجاه بايدن حتى ما قبل 7 أكتوبر، يعني شاهدنا عندما اعترضت الرئاسة الأمريكية على التعديلات الدستورية في إسرائيل، يعني العديد من وزراء نتنياهو قالوا بأن الظن الأمريكي بأن إسرائيل جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية هذا غير صحيح. بالتالي يعني هناك اليوم سؤال، يعني رغم هذه العنجهية الإسرائيلية، رغم استهداف المدنيين، رغم الضغط من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم المشهد الذي باتت تظهر فيه الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت ثابتة على دعمها لإسرائيل، هذا ألا يطعن بكل الشعارات التي تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص حقوق الإنسان، بخصوص القانون الإنساني، بخصوص قوانين جنيف وكل ما إلى ذلك؟ Right. So there were great differences between the Netanyahu government and the Biden administration. هذا يعود إلى سنوات حكم أوباما، حيث كان بايدن يرفض أن يلتقي بنتنياهو، وكان البيت الأبيض ينتقد السياسات والتشكيلات القضائية هناك. ولكن هذا كله تغير في 7 أكتوبر. حيث أن حماس هاجمت وقتلت 1,000 مواطن إسرائيلي مدني، أو عدد كبير من هذه 1,000 كان مدنيا. اليوم إسرائيل قتلت أكثر من 10,000 مدني دكتور ريتشارد، ماذا تقول الولايات المتحدة الأمريكية بهذا العدد الهائل من استهداف المدنيين؟ يعني وكأن الولايات المتحدة دكتور ريتشارد وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر فقط إلى ما حدث في 7 أكتوبر وتغض الطرف عن جرائم بحق أكثر من 10,000 إنسان مدني في قطاع غزة. Well, the statements of the Biden administration have changed. تصريحات
التي يقوم بها بايدن قد تغيرت. بلينكن يقول أنه لا يفهم لماذا تم قتل الكثير من الفلسطينيين، وهم يحاولون الآن إدخال الوقود إلى المستشفيات وأن يقوموا بإيقاف نار مؤقت. إذن هناك تغيير طفيف، ولكنهم لن يقوموا بما قامت به الإدارة الأمريكية في 1973 حيث أوقفوا الغزو الإسرائيلي، فهم لن يقوموا بهذا هذه المرة. دكتور ريتشارد وايتز، الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري في مؤسسة ويكستراد في فيرجينيا، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك على الدين بونجار، الصحفي المختص بشأن الأوروبي من باريس. فاصل ونعود.